دار الإفتاء المصرية اليوم 12 من فبراير 2017 تدشن الدورة الرابعة للمقبلين على الزواج في إطار استراتيجية عامة وضعتها دار الإفتاء المصرية منذ سنوات عدة، لأن دار الإفتاء تمثل نبضا حقيقيا لحركة المجتمع. ويرد إلى دار الإفتاء من المشكلات الأسرية ما استحق من دار الإفتاء ومركز التدريب تحديدا أن يضع استراتيجية متكاملة وقاية وعلاجا للمشكلات الأسرية. يرد لدار الإفتاء ما يقرب من 3300 حالة طلاق شهريا، ده مؤشر خطير في المجتمع المصري في السنوات الأخيرة. استدعى من دار الإفتاء أن تقوم بوضع أطر أو حزمة من البرامج حتى تعالج هذه المشكلات وقاية وعلاجا. وقاية يتمثل في هذه الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج، وهذه الدورة يشارك فيها أكثر من 120 متدرب. وعلاجا عندنا كما سيفصح عن ذلك مفتي الجمهورية قريبا، وأيضا الدكتور عمرو الورداني مدير مركز التدريب، حزمة من الإجراءات العلاجية لعلاج هذه المشكلة المتفشية.